سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. النهاردة حلقتنا عنوانها الجالس على العرش، أهوال القيامة الجزء الثاني. احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات، كانت البداية لموضوع أهوال القيامة بين الإسلام والمسيحية. أولا قبل ما ندخل في الموضوع، أحب أن نتكلم عن موضوعين مهمين جدا قبل ما أبتدي تفاصيل الحلقة. في الأسبوع الماضي إحنا شفنا جريمة مفزعة جدا ومحزنة جدا في سيدني أستراليا، وهي حادث طعن الأسقف مرماري وأحد القساوسة الموجودين معاه أيضا، ويعني تقريبا عدة أفراد، ثلاثة أو أربعة كمان في الكنيسة. والموضوع ده اتصور لحظة بلحظة واتشارك في العالم كله، وأنا الحقيقة مش هحط فيديو الطعن، أوكي؟ لأن عندي رسالة أهم من أنكم أنتوا شفتوا الكلام ده كتير، شفتوا مشاهد القسوة والرعب والقتل على الهوية والطعن والكلام، بنشوفه كتير كل يوم. لكن النهاردة أنا عايزاكم تشوفوا صورة أكبر من فيديو الطعن. الفيديو موجود وتقدروا تشوفوه في كل حتة. اللي حصل انه في شاب فلسطيني لبناني اقترب من الأسقف وهو بيقدم وعظته الأسبوعية، وطعنه عدة طعنات. لما مسكوه قال انه ليه انت عملت كده يا ابني؟ قالوا له ده الناس اللي في الكنيسة، يعني قال لهم اصل هو بيتكلم ضد الإسلام. لمن لا يعرف الأسقف مرماري، أنا هقول كلمة عنه. أولا هذا الرجل بيقول الحق بلا خوف ولكن بمحبة، بيتكلم عن مواضيع هامة، بيتكلم عن الإيمان المسيحي، لكن أيضا يقارن بالإيمان الإسلامي أحيانا لما بيكون في موضوع يستدعي ذلك، أوكي؟ ولكنه بيتكلم باحترام ومحبة. فلازم تسألوا نفسكم، انتوا ليه بتخافوا من الأشخاص اللي بتقول الحق أو اللي بتقول رأيها؟ فيعني السبب الحقيقي في هذا الأمر هو تعليم إله الإسلام فقط، اللي بيستخدمكم انتم كأدوات دمار. أوكي. قبل ما نسمع رد الأسقف مرماري يعني ظهر أعتقد بالأمس، أنا حابة جدا أنكم تسمعوا صوته ورسالته. ولكن عايز أقول أيضا للناس اللي في هذا الوقت بتنتقد أمور خلافات في الفهم الكتابي أو خلفيات كتابية مختلفة، يعني أنا يعني مش عارفة الناس اللي بتنتقد ده وخاصة من المسيحيين، هو ده الوقت اللي أنت عايز تتكلم فيه في الأمر ده؟ هو ده الوقت؟ ولا القلب المسيحي الحقيقي يقول ألف سلامة، ربنا يحفظكم، اللي حصل ده ما كانش مناسب؟ أوكي؟ يعني أنا بطلب إنه الله يبكت هذه القلوب، وإننا نلتزم بالتعليم الكتابي في إننا نقدم رسالة المسيح. يا أخي قدم أنت رسالة المسيح، يا ست قدمي أنت رسالة المسيح وبعدين اتكلمي على غيرك. أوكي. خلينا نسمع رد الأسقف مرماري وهو مكتوب بيتكلم بالإنجليزي، لكن أنا هترجمه ليكم وهو بيتكلم. أوكي. خلينا نسمع. I'm doing fine. أنا بخير، نشكر الرب يسوع المسيح، فما فيش داعي للقلق. عندي نصيحة لكل أحبائنا المؤمنين، أنا أريد أنكم تتصرفوا كما أمرنا الرب يسوع المسيح. المسيح لم يعلمنا أن احنا نحارب أو ننتقم أو عين بعين وسن بسن، ولكن قال لا تردوا على الشر بالشر ولكن قابلوا الشر بالخير. أنا أغفر للشخص اللي قام بهذا العمل وبقول له أنت ابني
وأنا بحبك وبغفر لك وبسامحك وبصلي من أجلك وأيضا أسامح من أرسلوك في اسم يسوع المسيح العظيم. هكذا يكون رد المؤمنين المؤمنين بالرب يسوع، يردوا كده ليس لصلاح فينا، ولكن هذا هو ثمار عمل الروح القدس وكلمة الله في قلوبنا. رسالة مني ومن الفريق أيضا لجناب الأسقف مرماري، بنشكر الرب على سلامتك وبنصلي أنه يستخدمك الرب بقوة لمجد اسمه. أحزننا جدا ما مريت بيه وما مروا بيه أيضا الإخوة في كنيستك، ولكن نعلم أنه ضيقات هذا العالم واضطهاد المؤمنين حينما يقدم لمجد اسم الرب يسوع يأتي أيضا بثمر لمجد اسمه. بنصلي من أجل شفائك وشفاء المصابين في الكنيسة، وإنه يكون مدبروا العدو للشر بداية لنهضة ووعي وتوبة في الكنيسة وفي وسط المؤمنين أيضا. أيضا لكل مشاهدينا حابة أشير لفيديو مهم وتعليق هام جدا من الأخ وحيد على نفس موضوع الأسقف مرماري، وحتى يعني في نقطة تانية فيها إسهاب ومهمة جدا أنكم تسمعوها، وهتلاقوا الفيديو ده موجود على مواقعنا وعلى اليوتيوب ومكتوب عليه الرد على حادث الأسقف مرماري. في نقطة تانية مهمة قبل ما ابتدي بقى الحلقة، وهي الحقيقة استجابة صلاة، حابة ان انا اشجعكم بيها زي ما ربنا كده شجعني هذا الاسبوع، لانه انتم اخواتي المؤمنين كنتم شركاء في ذلك. في الاسبوع الماضي صلينا مع بعض من اجل الاخ هشام عابر، وكان مريض بمرض وشفاء ميؤوس منه والكلام ده كله، ولكن احنا وقفنا كجسد الرب وصلينا من أجله، وكان الكلام ده الجمعة اللي فاتت. ويعني عايز أعلق على كل الناس اللي استمروا حتى على التعليقات على اليوتيوب يصلوا من أجله. عايز أقول لكم إن ده كان مشجع جدا للأخ هشام. أنا اتصلت بيه أطمن عليه وقلت له، هو ما كانش شاف الحلقة، فقلت له إحنا صلينا من أجلك في الحلقة يوم الجمعة، فابتدى يبكي لأنه يوم الجمعة هو فجأة ابتدى يشعر لأول مرة من سنتين براحة. وبعدين يوم الاثنين اللي أنا كلمته فيه الدكتور، كلمه الصبح قبل ما أتصل بيه وقال له أنه لأول مرة من سنتين وبعد علاج طويل لمدة سنتين، لأول مرة أنه الورم يستجيب وأنه ينقص 2 سنتيمتر. فكان فرح كبير جداً وشهادة للرب، حبيت أشجعكم بيها وأطلب منكم أنكم تكملوا تصلوا من أجله، لأنه متشجع جدا بالمحبة اللي شافها في وسط الإخوة. أوكي؟ وخلينا بقى دلوقتي نكمل موضوع أهوال القيامة، لأنه الحقيقة الموضوع طويل وأنا نفسي جدا أن أنا أخلصه النهاردة. أوكي؟ زي ما قلت أن حلقتنا النهاردة عنوانها الجالس على العرش، لأن كل يعني كل ما قلنا في الحلقة الماضية هيكون التركيز كله فيه على شخص هذا الإله. والنهاردة برضو هنتكلم على شخص الله، شخص إله الإسلام وشخص الله الحقيقي. الإسلام يقدم صورة مشوهة بشعة لله، والنهاردة هنقدم هذه الصورة نشرحها، ولكن أيضا سنقدم الصورة الكتابية للرب يسوع المسيح الذي يجلس حقيقة على عرشه، وكيف سيكون ذلك في آخر الأيام. أوكي؟ فخلينا نقول إن احنا مشينا كده في التسلسل، في تسلسل الأحداث اللي احنا قلنا إنها مش مرتبة ولا أي حاجة، ولكن يعني الفيديوهات اللي قدمناها لكم قدمت بعض التسلسل أو بعض الأحداث الموجودة. لو حابب تعرف نص الأحداث اللي هتحصل في هذا اليوم اللي أنا قلته في الأسبوع اللي فات،
أو المفترض إنها تحصل إنها مش حقيقية فمش هتحصل يعني. إحنا وصلنا لموضوع إن هم هيتقابلوا وتبتدي بقى إيه تتطاير الصحف. موضوع تطاير الصحف ده إنه كل واحد بقى أخطأه حتبان وكلام ده كله، وكلام عن حديث مع هذا الإله يتحدث مع الناس، ثم اللي يقر بعمله واللي ما يقرش بعمله والكلام ده كله، في ناس هتدخل النار حتف وفي ناس لسه في بينه وبينهم كلام. نيجي بقى للنقطة اللي بعد تطاير الصحف بقى، هي نقطة الميزان. بيقول لك كده: بعد الحساب ينصب الميزان وتوزن الأعمال في وزن بقى على قدر الحسنات والسيئات، تحدد الدرجات في الجنة والدركات في النار. أوكي؟ ففي هنا عملية وزن لأعمالك، أنت هتعمل إيه؟ وعلشان نبقى عارفين، محدش هيعرف أو محدش عارف أعماله قد إيه وإيه اللي هيفوق إيه، وإذا كان ده حتى إذا كان حسناتك فاقد سيئاتك، فلسه في درجات تانية لازم تمر بيها، لأن لسه في أمور تانية هتحاسب عليها. أوكي؟ وبعدين يقول لك إنه بقى إيه، هتنصب ألوية وجماعات، فيبقى في بقى إيه جماعات، جروبات من الناس. يعني مثلا الألوية دي كل نبي هيبقى له لواء، اللي كانوا بيتبعوا إبراهيم واللي كانوا بيتبعوا يعقوب واللي كانوا بيتبعوا الأنبياء اللي هم مؤلفينها، كل واحد هيروح بقى إيه مع النبي بتاعه. أتباع النبي هيمشوا في اللواء بتاعه، والناس التي لم تؤمن بأي أنبياء أو ما عرفش بقى لم تؤمن بإيه، هو الفكرة في حاجة، هو أنت لازم تؤمن بنبي ولا لازم تؤمن بالله ورسالة الله الحقيقية؟ أوكي؟ أنت تصدق النبي ولكن تؤمن بالله، ده المفروض. الكتاب بيعلمنا كده أنه الرسائل اللي الله أرسلها عن طريق مرسلين وأنبياء وسفراءه علشان يوصلوا لنا كلمة منه، يجب أن احنا ننتبه لها، ولازم أنها تكون مطابقة للكتاب وفكرة الله وخطة الله، فننتبه لها لكن نؤمن بالله. أوكي؟ فأنيوي، هنا بقى القصة بتقول لك أنه أتباع كل نبي هيروحوا ل يمشوا وراء. أوكي؟ محمد هيمشي وراء كل بقى إيه من كان مسلم أو يظهر الإسلام. يعني لو كنت مسلم حقيقي ولا بس تظهر الإسلام، هيمشوا وراء محمد. ولكن الكفار بقى ليهم ألوية أخرى. يعني يقول لك إيه، من كان يعبد الشجر فمع الشجر، ومن كان يعبد الحجر فيبقى مع الحجر، فيبقى في ألوية بقى للحجر والشجر والشمس والفران ده في حاجات كتير بقى الناس بتعبدها، الفرعون مثلا يعني. فكل واحد بقى ايه هيمشي ورا اللي عبده. اوكي؟ سو بيقسموا حسب ما كانوا يتبعوا. وبعدين يقول بقى الآية بقى اللي بتتكلم عن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني اللي زيهم. أوكي؟ وبعد الفصل بقى بين الألوية دي والجماعات دي، بس حط في ذهنك حاجة، وانت بتسمع الكلام ده لازم تبقى يعني تخيل كده الشكل ايه. يعني تخيل انه في بقى صفوف من الناس وجماعات هنا، والجروب ده والجروب ده والجروب ده. تفاصيل كتيرة، تفاصيل كتيرة عشان تتوهك. أصل الإيمان، أوكي، يا إما إيمان حقيقي يا إما إيمان فاسد. أوكي؟ والكتاب بيعلمنا إن إحنا أيوة سنواجه الحكم من الله، ولكن المؤمنين بالرب يسوع المسيح هيكونوا مع الله أوريدي، هيكونوا في الجنة أوريدي، هيكونوا في السماء اللي إحنا بنقول في الملكوت أوريدي. مفيش الكلام ده كله، لكن أيوة في درجات تانية، وأيوة في تعاملات تانية، وأيوة في يعني كتاب الحياة سيفتح وكل حاجة. ولكن الإيمان يا إما إيمان أثمر أو لم يثمر. أوكي؟
فيقول لك بقى انه بعد الفصل كل الألوية الكفرة كلهم هيروحوا جهنم، وده يعني أثر لنا المشوار شوية. يلا أدي لبشة منهم راحوا كلهم راحوا جهنم. أوكي. ودول يقول لك دول على الأغلب بقى مش هيروحوا الصراط، على الصراط المستقيم، دول بقى على النار حتف. اللي عارفين المثل ده يقول لك ده أنت يا راجل هتروح النار حتف. ليه بقى؟ لأنه أنت يعني مبوظ الدنيا خالص ومفيش فايدة. حتى لا إله إلا الله ما بتقولهاش، مش كده؟ أوكي. وهيفضل بقى أتباع الأنبياء سواء كانوا مؤمنين أو منافقين. يعني حتى النفاق، يعني أنت إذا كنت مؤمن كويس صالح فعلا بقى وعملت كل الحاجات بالنقطة زي ما قالها إله الإسلام، برضو هتمشي على الصراط. أوكي. وهنشوف دلوقتي بقى الصراط التعامل معاه شكله إيه. لو كانوا بقى منافقين برضو هيمشوا على الصراط وهيبقوا وراء النبي اللي هم تبعوه حتى لو منافقين. فدول ايه بقى؟ هيتشوا شوية ويطلعوا تاني مثلا. اوكي. عايز اوضح حاجة في النقطة دي، خليني اكمل الحتة دي وبعدين هوضح لكم نقطة مين اللي يقعد في النار ومين اللي ما يقعدش في النار، وده كلام كتابي ولا مش كلام كتابي. اوكي. وان يقول لك انه في بقى ظلمة دامسة تطبق بقى على الجميع، وبعدين يتجه الجميع في هذا الظلام الى جهنم. فالدنيا تظلم، ما هو لازم يبقى فيلم رعب. اوكي. الكتاب المقدس بيتكلم انه هيكون في ظلمة، صحيح. اوكي. لكن ما فيش بقى التفصيلة اللي جاية دي. يقول لك كل الناس دي في الظلمة هيمروا على الصراط في الظلمة. اللي عنده كل واحد منهم سيعطى نورا على حسب أعماله. اللي مش بيحب يسألوني طب واللي مش بيحب الظلمة اللي مش بيحب الظلمة برضو ملوش دعوة، رايح هو هيمشي هيمشي. أوكي. سو بيقول لك يعطى كل واحد نور على حسب أعماله. إزاي بقى؟ أنت عملك كويس فهتبقى معاك مثلا لمبة نيون مثلا، أنت عملك مش كويس هيبقى معاك بقى إيه، لمبة سهاري أو يو نو شوية بتاع لمبة بجاس، ما أعرفش بقى. أوكي. وبعدين يقول لك ومن لا يعطى نور يسير على ضوء أنوار الآخرين. كلام بقى يعني مخزي بصراحة. الفكرة في انه الناس بتعطى نور ولا مش بتعطاش نور، يعني هو ربنا مش عارف، لا لو هو عايز فعلا يدي الواحد نور عشان يجري على الصراط بقى ويرمح مثلا، مش من المفترض ان النور ده للشخص ده لوحده؟ you know. وهل هذا الاله اللي جه بقى ونزل وقعد على العرش وشالوه ملائكة حطوه والكلام ده كله مش عارف يتصرف مع كل شخص على حدة؟ دايما هتلاقيهم ايه، امور المسلمين داخله في بعضها، امور الناس في الاخره الاسلاميه داخله في بعضها، في اعتماد على بعضهم. لكن انا عايزه اقول لك انك في يوم من الايام هتقف امام الله الحي اللي قدم نفسه فداء ليك وحدك انت بنفسك. يا اما انك تكون ابنه او اما انك هتكون خارج القطيع. دي يعني ما فيهاش بقى كده ولا كده، ما فيش بقى هتستنى وتمشي ورا نور حد تاني، نور حد تاني ما ينفعكش. فده كلام يعني غير منطقي، لكن اهو اهم بيقولوا لكم كده. اوكي. هتمشي بقى على نور الاخرين. طب لو انت في اخر الصف وما فيش حد معاه نور وكل اللي جاي من ورا ما عندوش نور، دي بقى هتبقى مشكله. اوكي. خلينا بقى نشوف صورة للصراط وغياب جهنم. أو مش غياب ما أقصدش غياب، هنشوف صورة في فيديو عن إيه هو الصراط ده وإزاي الناس هتعيش في جهنم. أوكي. تفضل. سلم يا رب سلم. عارفين الصوت ده بقى جهنم والعياذ بالله، وهذا الصراط منصوب على شفيرها. اركب الصراط وانت شايف جهنم بتقلب مولعه تحت والعنار،
لهاليبها وصل اطراف الصوت. وانت واقف وايه العنار دي؟ مر وصراط عليه كلاليب اهو. انا بحاول نعطيك نموذج محسوس للاخرة عشان قلبك يفوق. انا عايزك تحس رجلك وهي محطوطة على طرف الصراط تحس والكلوب ده بيتغرس في بطنك يجيبك من بطنك. شوف ازاي، شوف افلام الرعب اللي هو يعني هو مش جايب الكلام ده من عنده، الكلام ده مكتوب في كتب التراث واسوأ منه كثيرا. هو الراجل ده صحيح يعني كل فيديوهاته يعني فكاهية، اوكي، لانه هو نقل لك صورة، جاب روكيا من ببطارية ملهلبة وعمالة تتحرك قدامه، وبعدين عدى على الجزار وجاب كام حاجة من اللي بتعلق اللحمة اللي احنا قالوا لنا ان احنا هنتعلق منها لما كنا مسلمين. لكن الكلام ده لا يعطي إلا صورة لإله زي ما بيقول هو عن نفسه إنه بيتشفى بالانتقام من الناس اللي ما بتسمعش كلامه، مش كده؟ ولكن أيضا خلي بالك إن الناس دي هو اللي حكم عليهم بكده، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت في 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 يوم القيامة الإسلامي ليس لك اختيار، عملت صالح عملت طالح هي إرادة هذا الإله. تقعد مع الناس يقولك ما انت ليه يا ابني ضربت مراتك، ما هو مكتوب بقى عليها لانه يعني مش بإرادتي، ما ربنا بقى يعني اتطلقت ليه مكتوب، حد يعترض على ربنا؟ وهكذا. نكمل بقى بقية الفيديو عشان يعني ايه يبقى تكمل الفكاهة. الكلوب الاول كلوب التوحيد وعمال يلف على الصراط كده، بيلف على الصراط يعني بيلف كده اهو كده اهو بيلف كده اهو كلوب، والكلوب ده عمال يلف ويدور، مش كلوب واحد بقى، كلاليب كلاليب شتى. كلوب التوحيد، كلوب التاني كلوب الصلاة، كلوب التالت كلوب الزكاة، كلوب الرابع كلوب الصيام، وهكذا كلاليب متعددة. جه عندي كلوب الصلاة، الصلاة فيها نقص، يروح كلوب الصلاة جايبه من بطنه قلبه في جهنم، ينزل في جهنم صلي لحد ما يخلص اللي عليه واطلع هات من الأول. ابدأ يمشي الصلاة من الأول، عدى كلوب التوحيد وعدى كلوب الصلاة، جه عند كلوب الزكاة زكى عدي، ما زكاش كلوب الزكاة يجيبه من بطنه يروح منزله جوه جهنم، يعدي مع عليه من الزكاة في جهنم ويطلع، وهكذا. شوف انا مش عارفة هي كلاليب مفردها كلوب معرفش، لكن you know بعد ما شفت الفيديو ده انا اسفة انا ضحكت وانا بحضره وبضحك كل ما اشوفه، ولكني يعني متألمة جدا انه فيه، احنا عشنا كده صدقوني كمسلمين سابقين، احنا عشنا بنفكر ان ده اللي هيحصل لنا فعلا. لكن انا عايزة اقول لك حاجة، انه ايوة صحيح هيكون في عقاب في الاخر، ولكن الله لا يتشفى، ولكن يقول لك انا ما يفرحنيش هلاك الاشرار، انا عايز الكل يخلص. وانت لا تهلك باراده الله، انت لا تعاقب باراده الله، ولكن بارادتك الشخصيه. سي اس لويس كاتب شهير في وفيلسوف كبير معروف قال كده جملتين هقولهم على قد ما انا فاكراهم، يعني قال انه اختياراتك، او في ناس هتدخل السماء لانها قالت لتكن مشيئتك، وفي ناس مش هتدخل السماء لانها قالت لتكن مشيئتي. اختيارك، اما مشيئة الله
وهي الخلاص وقبول يسوع المسيح وعمله الخلاصي والفداء ليك على الصليب، فيكون ليك مكان. وإما اختيارك أنك تعيش الحياة والأخطاء والخطايا وتتقابل بقى مع فعلا الغضب الآتي، هو كده. لأنه أنت اللي جبته، مش الله اللي حطه عليك. يعني الناس تقول يعني إزاي بقى إله المحبة اللي بتقوله ده عليه هيدخل الناس النار؟ لا، مش هو، أنت اخترت أنك تقول لا أنا مش عايز ده، أنا عايز نفسي. أوكي؟ فلازم نفهم الحكاية دي. أرجع بقى لكل كلوب اتكلم عليه. أوكي؟ الكلوب الأول بتاع التوحيد، والكلوب الثاني بتاع الصلاة، والثالث بتاع مش عارف إيه، وتطلع تمشي بقى على الصراط، يجيبك كلوب من بطنك ينزلك تاني تتعذب وبعدين ترجع تاني، فيجيبك بقى كلوب الصلاة. كلوب الصلاة مش هيسيبك بقى، أنت لازم تكفر عنه، فهتصلي جوه جهنم. اسال اي عاقل في حاجه اسمها اصلي جوه جهنم؟ وينفع ايه العقاب بعد الموت؟ الكتاب المقدس بيعلمنا انه في نوعين من الموت. النوع الاول هو موت الجسد، والنوع الثاني هو موت الروح. عندما لا تكون في محضر الله ومؤمن بيسوع المسيح وتختار انك تعيش خارج اطار الحياه مع المسيح وقبوله مخلص ليك وتتبع آلهة اخرى، ومنهم الهك انت نفسك، انت اله نفسك يعني، وترفض عمل المسيح الكفاري، فانت اخترت الموت الابدي. مفيش تصليح بعدها، مفيش فرصه تانيه، مفيش مكان انتظار، مفيش بيرجاتوري، مفيش الكلام ده. مفيش خطايا بيدفع ثمنها بعد الموت. في عندك اختيار النهارده وانت حي عاقل، تختار تغير، تبارك بالتغيير اللي ربنا عمله فيك. ده يعني ما فيهوش كلام تاني. اوكي؟ اما بقى مثلا يعني لو عشان تفهموا صعوبة هذا الكلام اللي بيتقال كده، أو أنت هتنزل النار وتقعد تصلي في النار لحد ما تدفع اللي عليك، وإن تطلع تاني يمسكك كلوب بقى الزكاة. طب هتزكي على مين في النار؟ أفهم. هل ده منطق؟ هل ده منطق؟ ولا ألف ليلة وليلة؟ ولا واحد قاعد بيحكي حكاوي علشان خاطر يرعب الناس؟ يرعب الناس. الإيمان ليس بالرعب، ولكن بتغيير القلب والفهم والالتصاق بالله الحقيقي. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لا يعقل هذا الكلام أبدا. أوكي؟ الكلام اللي في الفيديو ده هنشوف دلوقتي أنه يخالف بعض النقط اللي جاية. أوكي؟ اولا يقول لك انه اول من هيعبر على الصراط فهو محمد، ويقول يا رب سلم بقى، يا رب سلم. حتى محمد مرعوب من هذا الاله. لكن عايز اقول لك حاجه، المؤمنين هيجوا امام المسيح. اوكي؟ ويقول لك كده انه المؤمن لما ينتقل من هنا بيقول عليه كده رقاد نوم، وتاخدوا الملائكه الى الفردوس. انت تستقبل من ملائكه الله الى الفردوس. في قصة في الكتاب المقدس عن واحد مات اسمه لعازر. لعازر الفقير، مش لعازر اللي أقامه المسيح. أوكي؟ لعازر الفقير كان قاعد على باب واحد غني، الغني يأكل والعازر يأكل من الفتات. الغني لما مات دخل الجحيم، والعازر لما مات حملته الملائكة إلى الفردوس. فيقول لك الكتاب انه اولا المفسرين بيقولوا ان دي قصه حقيقيه، لان ذكر فيها اسماء حقيقيه، ومنهم يعني اسم ابراهيم، لانه العازر نقل الى حضن ابراهيم. اوكي؟ فبيقول كده الكتاب انه الغني قال كده يا ريتني ارجع تاني علشان ابلغ اخواتي، اقول لهم علشان ما يعملوش اللي انا عملته
ويبقوا يدخلوا الجنة. المسألة انه مفيش رجوع بعد النقطة دي، شايف ازاي؟ فقال له خلاص لا، ما ينفعش ما ينفعش. والغني شاف لعازر وقال يعني يا ريت تبل ريقي بنقطة مية، لأنه متألم وعايش ألم حقيقي، لأنه في انفصال عن الله، في انفصال عن الله. لكن المؤمن لما يطلع السماء هو في محضر الله. تحب ده ولا تحب ده؟ ولا تحب المتاهة اللي احنا هندخل فيها بعد شوية دي؟ يعني دي حاجة ودي حاجة. بس عايز أقول حاجة في نقطة العازر قبل ما أسيب النقطة دي. عايز أقول لكم حاجة، تفتكروا العازر دخل السماء ليه؟ تعرفوا أنه من بعض الحاجات اللي الناس بتقولها أنه دخل السماء لأنه كان فقير وصبر على فقره وكان، ولكنه العازر دخل السماء، العازر دخل السماء لأنه آمن بالرب يسوع، بالخلاص الآتي، بالرجاء في المخلص، آمن بالإيمان بيسوع المسيح فقط، مش إنك صبرت على فقرك، okay. ولكن لأنه أيضا you know الإنسان اللي بيراعي قلبه اللي فيه الإيمان ليه مكان، okay. أوكي، يقول لك بقى على الصراط بعد محمد، في ناس بقى إيه ليهم درجات من السرعة، يخطفهم كلوب ما يخطفهمش كلوب، هتتمشى وتتشوي وانت بت يعني من غير ما تقع والكلام ده كله، بس برضو بتتشوي، أوكي. منهم اللي عبر، منهم اللي وقع في المية وفي النار، ومنهم اللي خدش بالنار، أوكي. يقول لك إيه اللي أعماله أقل من سيئاته، أعماله الحسنة يعني أقل من سيئاته يسقط في النار، والمنافقين لما يجوا يعبروا يحصل حاجة غريبة بقى، المنافق يضرب بينه وبين المؤمنين سور فيه باب باطنه جهنم. طب أنا عايز أعرف دلوقتي، هو الصراط ده مش فوق جهنم؟ يعني لازم الفيلم لازم يروح عامل بقى ايه، تلاقي الباب راح متبني بقى قدامه ويتفتح في الحيطه دي، لا السور الاول يتحط وبعدين الباب يبان فتشوف جهنم من تحت. طب ما انت واقف فوق جهنم، ايه الفكره؟ وبعدين هم المؤمنين الأول وبعدين المنافقين يجوا بعدهم، ولا مؤمن سور كافر، مؤمن سور كافر، مؤمن سور منافق، ايه ده؟ اوكي، ويقول لك بقى يروحوا على طول يسقطوا في الدرك الأسفل من النار. طب ما انت ماشي على الصراط ما تسقط برضو في الدرك الأسفل، بدل ما تقع دور هتقع 50 دور، ايه المشكلة يعني؟ اوكي، وبعدين بقى تحصل حاجة غريبة الشأن. خلينا نشوف بقى الفيديو ده عن حاجة اسمها القنطرة، أنا اتعلمتها جديد دي. عبر المسلمون المؤمنون إلى الناحية الأخرى، بعضهم زي ما قلنا سقط، الذي عبر ونجح في العبور نسأل الله عز وجل السلامة لنا جميعا، يحبس بعد عبوره على قنطرة. بعد ما انتهت النار خلاص الجنة هي المرحلة القادمة، لكن قبل الجنة في ساحة عليها قنطرة، هذه القنطرة يحبس عليها المؤمنون ليهذبوا، تخلص الحقوق التي بينهم وبين بعضهم البعض. بعد ما تخلصت الحقوق وربنا سبحانه وتعالى لا يدع أحدا يعبر إلى القنطرة سالما إلا إذا كان بعد تخليص الحقوق هيكون برضو لسه من أهل الجنة، ما فيش حد بعد ما وصل للقنطرة هيرجع تاني للنار. وبعد ذلك ينزع الغل من قلوب المؤمنين. سؤال، هو ليه الغل ما تنزعش الأول؟ يعني أنت معدي على النار وماشي فوق الصراط المستقيم ولسه في قلبك غل؟ هل ده ينفع؟ وبعدين الغل ده لما يقولك ينزع الغل، مين اللي حط الغل؟ هذا الإله. مين؟ حد يقولي، أنا عايز حد يقولي مين اللي حط الغل في قلب المؤمن؟ وليه هذا الإله
لما زي ما راح شايل مش عارف ايه من قلب محمد، ما شالهاش ليه من قلب اتباعه؟ ليه يعني؟ اوكي، بس بصوا الفيديو ده فيه مشكله كبيره جدا. اوكي، اولا يعني معظمنا كان فاكر انك هتعدي الصراط يبقى بقى كده ايه وخلاص وخلصنا وهنروح الجنه بقى ونخلص. لا، عارفين الاعلانات في اعلانات كده دايما يقول لك حاجات بيبيعوها على التلفزيون، يعني يقول لك طب اشتريه ب 40 دولار بس، طب لسه بلاش 40، اديهولك ب 20 واديك فوق هديه اهو كده. بس ده بقى ايه على العكس، انت عديت؟ لا لسه، استنى في حاجه تانية. اللي هيعبر بقى هيتحبس فوق الانطره. الانطره دي شكلها ايه؟ معرفش بقى، انطره يعني كوبري ولا مش عارف ايه. اوكي، دي بقى الانطره دي بتاعت تخليص الحقوق. بعد ما الناس اللي المفروض انها المفروض فاكرين في الاول قلنا ايه، انه هيتقابلوا مع هذا الاله ويقول لهم العمل الصالح وانتوا عملتوا العمل اللي مش كويس، فيوافقوا عليه فيقول لهم طب اوكي يغفر لهم، فالاله يغفر لهم. وهم بقى قصص الكتاب المقدس لا تكذب. شوف يتقابلوا بقى مع بعض عشان يخلصوا بقى حقوقهم من بعض. انت خدت مني الارض وانا كنت مش عارف ايه، انت مدتنيش ورثي، انا الغل بقى اللي جواهم، انت ضربتني وانا متجوزاك، انت خنتني، انت مش عارف ايه، وهكذا. يخلصوا بقى ايه حقوقهم من بعض. اله الاسلام دائما يجعل خلاصك يعتمد على الاخرين، اذا كان بحسنه او اذا كان بمصيبه. فعشان كده المؤمن في الاسلام لو قام جاهد وقتل له كم كافر يروح الجنه، مش كده؟ ما هو مش ده لله ورسوله؟ اوكي، دائما حقك يعتمد على الاخرين او خلاصك يعتمد على الاخرين، ولكن هناك واحد يعتمد عليه خلاصك، اسمه يسوع المسيح فقط، اللي دمه يطهرك من كل خطيه. مفيش حد هيقف امام الله وفي قلبه غل. يعني انت هذا الاله سابهم يمشوا وفي قلبهم غل عشان يخلصوا حقوقهم من بعض؟ كلام فاضي. ويقول لك ايه؟ انه يعني انت مش هيبقى لك اختيار مثلا يقول لك طب انا مش عايز طب انا غفرت لك يا اخي. لا، انت هتتحبس عشان تتأدب. يحبس عليها المؤمنون الانطرة دي علشان يهذبوا. هتهذب ازاي؟ خلص حقك بقى من التاني اللي قدامك، انت غلطت فيا، انت غلطت فيا، وهكذا. وبعدين بقى بعد كده يبقى ايه؟ ينزع الغل من قلوبهم. محدش يطلع من الجنة من الانطرة الا لما يخلص حقه من التاني. وبعدين يقول لك بعد كده بقى الناس يبقوا احباب. طب مثلا انت رايح الجنه، اولا هذا الفكر فكر جسدي جدا ومنطقي جسديا، اخلص حقي على حسب الاسلام اللي بيعلمك انك ليك حق ولازم تاخده، انه ينو القصاص وكل الكلام ده كله. لكن اللي رايح الجنه ده عارف انه خلاص عدى من الصراط مش فرحان؟ ده انت لسه مقابل الاله، مش فرحان؟ محضر هذا الاله لم يطهرك، لم يطهرك. انت تعتمد على عملك الشخصي وارادتك الشخصيه وخناقاتك مع الاخرين، وبعدين هذا الاله يقرر انه بقى ايه بعد ما انتوا خلصتوا حقكم من بعض، ينزع الغل من قلوبكم. على فكرة ده لا يعني ان هو هيشيل حاجة من قلبه، ولكن ده يعني انه انا خلصت حقي وارتحت بقى، مش كده؟ وبعدين بقى ايه الفيلم التاني. خلي بالك انه من البداية للنهاية المؤمن مش حتى الكافر والمنافق والمش عارف ايه، المؤمن ماشي في ميز. اسمها ايه الميز بالعربي دي؟ يعني هي ميز، مش كده؟ عارفين اما تدخل من بيعملوها كده زي جناين فيها
يعني تدخل من مدخل وبعدين تبتدي بقى تدور تمشي في حيطة سد وبعدين ترجع تاني وتمشي حيطة سد تاني تفتكر ان الباب هنا تروح راجع تلاقيه مش باب فتروح الناحية التانية لحد بقى ايه ما توصل للمخرج. فانت بتدخل يمكن بيت جحا ايوه صح you know. فتفضل ماشي بقى من حتة لحتة 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 وكل شوية تلاقي حيطة سد ولا بازل تحله ولا مش عارف ايه. اوكي مفيش طريق مستقيم. في الكتاب المقدس المؤمن ينتقل تحمله الملائكة الى الله يبقى في محضر الله لانه مش حسب عمله ولكن حسب ايمانه بيسوع المسيح. أيوة في تمحيص وأيوة في أعمال وأيوة لأن الأعمال بتيجي منين في الكتاب المقدس؟ من فضلة القلب اللي فيه إيمان بالمسيح تخرج بقى كل عمل صالح كل عمل صالح وننمو في الإيمان فنعطي أكتر فنموت عن نفسنا فينو وهكذا. أوكي؟ المهم خلصنا الحيطة السد بتاعت الأنطرة دي وبعدين بقى محمد يخبط على باب الجنة ويدخل هو الأول أنا الأول يانا أنا لأ أنا بلاش. أوكي؟ فيدخل هو الأول وبعدين بقى إيه وراه أتباعه كل واحد بقى يعرف بيته ويدخله ويبقوا فرحانين قوي بقى إيه بالموضوع ده. وبعدين حاجة تانية تحصل خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. لما يذهبوا إلى بيوتهم بيشعروا خلاص انتهت الأحداث فبيفتكروا الناس أحبابهم اللي سقطوا في جهنم. في ناس سقطت في جهنم من على الصراط لأن سيئاتها كانت أكثر من حسناتها فيشفعوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يطلبوا أن يخرج هؤلاء فيقبل ربنا سبحانه وتعالى شفاعتهم فيذهبوا إلى النار يجدوا أن أحبابهم قد ماتوا في النار وهذا من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يميتهم حتى لا يذوقوا عذابا طويلة وبعدين بعد كده يخرجوهم من النار إلى مكان بين الجنة والنار عند نهر اسمه نهر الحياة يوضعون على هذا النهر ينبتون يحييهم رب العالمين سبحانه وتعالى ثم يدخلهم الجنة. أوكي برضو مشاكل كبيرة خليني أمشي من الأول. أوكي الناس بقى دخلت وفرحت ببيوتها ومبسوطين قوي وبعدين يفتكروا بقى أهليهم بقى اللي وقعوا على الصراط لأن أعمالهم ما كانتش كافية إنها تدخلهم الجنة لسه بيتعذبوا فيروحوا يلاقوهم إيه بقى ميتين. الكلام ده مش صحيح يمكن هم ايه يعني ويمكن يقصد يلاقوهم ما بين الموتى والصحيانة اللي بعدها علشان الفيديو اللي قلناه قبل كده وكثير من الفيديوهات المماثلة ان الناس تعذب باستمرارية تتحرق وبعدين يرجع جلدها يتجدد تتخطف بالكلبوب وتتعذب وتعمل وترجع تاني لحد ما تدفع الثمن اللي عليك. بستعجب جدا انه الانسان المسلم وانا كنت يعني انا كنت منكم فعارفة لكن برضو عقلي ما كانش قابل يعني بيت الرعب اللي هو في بيترسم لنا ده لكن انك تفضل عايش بفكرة ان مقصد هذا الاله ويتفنن فيه انه يعذبك ويجد طرق للعذاب وكل فاصله وكل تفصيله وكل كلمه وكل مش عارف ايه مش هتخلص. في الكتاب المقدس الانسان اللي لم يقبل يسوع المسيح نعم هيكون في 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 جهنم في النار في المكان المعد ليها اسماء كتير ولكن مرة تانية أقول لك باختيارك مش لأنك أنت لأن هذا الإله اختار أنك تكون بعيد عنه. عبر الكتاب المقدس كله الله بيورينا قد إيه هو بيفتح كل باب وكل طريق علشان خاطر نتوب ونعرفه ونرجع له ونعيش معاه علشان يكون لينا مكان معاه في النهاية. ده المقصد
مقصد الإله مش مقصدك أنت. إله الإسلام خلق عبيد ليعبدوه، لكن الله في الكتاب المقدس خلق أبناء علشان يكون ليهم شركة معاه. فرق فرق فرق، افهم. من يطلب العبادة بهذا الشكل فيه نقص. الله مش محتاج عبادتي ولكنه يحبني. الله مش محتاج انك تقدم له اعمال ولكن يسعده ان يرى ابناء مثمرين. قدمت ما قدمتش هو الله مكتفي بذاته ولكنه يحبك، ولكنه خطط علشان يكون ليك مكان معاه، ولكن ان اخترت فانت فصلت عنه تماما. في احدى النظريات اللي بتتكلم عن النار شكلها ايه، فأحد الناس كتب في الموضوع ده وقال إنه الحياة هي الحضور أمام المسيح، ولكن خارج ده كله ظلمة، لا شيء، لا وجود. وإنه من المرعب جدا إنك أنت كإنسان تفكر في يوم من الأيام بصورة أكبر. بقى الناس بتقولك أنا حموت فبيبقوا خايفين من الموت، ولكن المفروض تخاف منه هو الموت الأبدي، الأبدي، الظلام إلى ما لا نهاية. في أحد الكتاب، أحد مش قادر أفتكر الاسم، قال إنه الحياة مع الله للمؤمنين شمس لا تغيب، ولغير المؤمنين ليل لا يشرق فيه شمس إلى ما لا نهاية. لازم نفكر. أرجع بقى تاني للي راحوا علشان يجدوا إن أحبابهم ماتوا في النار فيتشفعوا، فهذا الإله يقول لهم ماشي طلعوهم، وبعدين يعمل إيه بقى تاني بقى الـ 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 الكلام الغريب، يقول لك بقى إيه انه هيحطهم بقى على النهر واسمه نهر الحياة، ويحطهم فينبتوا بقى، يتحطوا بقى بين الجنة والنار فينبتوا ويحيوا مرة اخرى. انا مش قادرة يعني انا مش عارفة افهم موضوع ان الانسان ينبت من عظمة العصعوص في القبر وبعدين يطلع من غير روح وبعدين تتحط فيه روحه وكلام من ده، كل الكلام اللي قلناه في الحلقة التانية، وبعدين تحط بقى على نهر الحياة بين الجنة والنار وينبتوا فيحيوا. ينبتوا ازاي يعني؟ جلده يطلع، يعني انت طالع من النار مش عندك جسم. نسي بقى يقول في الحتة دي هتدخل فيهم روح ولا مش تدخل فيهم روح ولا ايه الموضوع يعني. ما انا مش عارفة بقى بصراحة. لكن خليني بعد الصورة دي هو بيقول لك انه بعد كده في الاخر بقى اخر حاجة انه يصبح الموت وينادى على اهل النار انه انتوا قاعدين في النار خلودا فيها، والجنة انتوا خالدين في الجنة ولا موت. اوكي، يعني مفيش في تضاربات كتيرة حتى في الجملة دي اتفاقا واتساقا مع كل القصص اللي اتحكت في هذا الموضوع. خليني أروح بقى لسبب الرجاء والجالس على العرش الحقيقي. في رسالة العبرانيين بيقول كده في عبرانيين 12، هقراها لكم بسرعة. بولس بيقول كده إنه أنتوا شايفين النقل، الآيات هتكون على الشاشة دلوقتي. بيقول لك كده انتوا بيتكلم على الوقت اللي الله اتكلم فيه مع موسى، وانه الشعب قال ان احنا عايزين نشوف الله. اوكي، فربنا قال طب انا خليكم تعالوا عند الجبل ده واعملوا كذا واعملوا كذا، وادهم اوامر ومش عارف ايه، وكان الامر مرعب جدا
لأن الجبل اهتز ولأن كان فيه علامات وكلام من ده. فبيقول كده لأنكم بيقول لهم أنتوا هتقابلوا الله بس بصورة تانية أكبر وأعمق، أنتوا مش زي الناس دول. فبيقول لهم أنتوا لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرب بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات. استعفى الذين سمعوا من أن تزاد لهم كلمة لأنهم لم يحتملوا ما أمر به. بيقول وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد، لأن الحضور أمام الله مرعب عندما يعرف الإنسان مدى خطأه. هذا الإله العظيم عندما تقابل بعظمة الله وأنت ليس لك غطاء الدم في يسوع المسيح هيكون الموقف مرعب جدا. فبيقول لهم كده أنتم أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، في السماء هنبقى كده، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. دم المسيح اللي فداك وفداني هيكون علينا، هيكون مغطينا، مش يعني هتمشي مليان دم، مش صورة كده. الصورة انك قبلت المسيح في حياتك، الصورة انه هذا الجسد وهذا الدم بقى جزء منك خلاص لانك قبلت عمل الله في المسيح. فبيقول لهم كده انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم، لأن إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم، يعني اللي خافوا من المتكلم في الوقت ده على الأرض، فبالأولى جدا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. يعني إحنا اللي بعاد عن الله طبعا هنرتعب أمام الله، أوكي؟ الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، أما الآن فقد وعد قائلا أني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. وده بيتكلم عن عودة يسوع المسيح اللي أنا وإنت بننتظرها. المسيح سيأتي مرة أخرى، المجيء الثاني للمسيح من العلامات الكبرى اللي إحنا بننتظرها، مش علشان نقول إن يوم القيامة هيقوم، لا، هناك تفاصيل كثيرة بعد ذلك، ولكنه لأنه يأتي لي وليك مرة تانية، يأتي ليكون علامة على صدقه وعلى عمله وعلى فرصة للي هيشوفوه إنهم يتوبوا، ولكنه أيضا يأتي لينا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع في المسيح، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نارا آكلة لا تتهاون. بأن الله قدوس وعادل وهو نارا آكلة لمن لا يؤمن به، لأن ده اختيارك برضو، لأن ده اختيارك. كي؟ في الصورة بقى اللي هنتكلم عنها عن وقت الضيق، ويقولوا أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاري من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى السماء. نروح معاه بقى إلى السماء، ده اللي لينا في المجيء الثاني، دي بداية الحياة في الملكوت في المجيء الثاني. والكتاب بيقول إن الرب يسوع حذر المؤمنين ونبه المؤمنين، وهكذا يفعل معاك الله الآن، بيقول لك كده انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت.
مساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا لألا يأتي بغدة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم الآن اسهروا اسهر على إيمانك، ركز قلبك على الله، خد الفرصة دي النهاردة، لأن الله بيقول لك أنا بديك فرصة إنك تعرف الإله الحق، محبتي ليك. مفيش كل الكلام الفاضي والأفلام اللي عشناها في قصص أهوال القيامة بتاعة الإسلام. لن يرتعب مؤمن بيسوع المسيح، ولكن كلنا سنقابل بإله عظيم قدم محبته لينا. في سفر الرؤيا بيقول كده: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. هو ده المشهد اللي انت لازم تكون بتفكر فيه النهاردة. أوكي؟ وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. نعم سيدان الناس بحسب أعمالهم، لكن المؤمن يدان حسب إيمانه بالمسيح. بيقول كده الكتاب في آخر الأيام، بيقول رأيت: ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، هو ذا مسكن الله مع الناس. قلب الله بيقول لك أنا مسكني معاك وانت مسكنك معايا. عايز تبقى برا الصورة دي ولا جواها؟ وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه وهم يكونون له شعبا والله نفسه يمسح كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد متت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي ليوحنا: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال: لقد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع الماء ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. في آخر كلمات الكتاب المقدس بيقول الكتاب إنه إحنا أبناء الله. الجالس على العرش هو يسوع المسيح. يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. المسيح بيقول كده: أنا آتي سريعا. وإحنا كمؤمنين نقول: أمين تعالى أيها الرب يسوع. الجالس على العرش هو ربنا يسوع المسيح. أصلي أن تكونوا شركائنا أمامه في محبة الله إلى الأبد. في اسم يسوع أصلي هذا من أجلكم جميعا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.